الهمة والعزيمة هي من تصنع الطريق نحو كتاب الله، فكلما اشتدت الرغبة والحب نحو هذا الطريق تغاضى المرء عن كل هفوات الدنيا، وهذا ما أثبته لنا ضيف عددنا لنهار اليوم. فمشاهدينا هيا بنا لنتابع تفاصيل رحلة الشيخ محمد مع حفظ وتلاوة القرآن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. محمد أسامر من مواليد 21/2/71، 53 سنة في عمري. أب لعائلة وعامل في مؤسسة ولائية، أسكن في دائرة الأربعاء ولاية البليدة. كيف كانت بداية رحلتك مع حفظ القرآن؟ حق أي إنسان في مجتمع مسلم عنده حب لحفظ القرآن. أي إنسان حتى ولد ما عندوش إقبال على القرآن تلقى عنده حب لحفظ القرآن، لكن هناك حاجز كما نقول نفسي داخلي، هذا باللي الإنسان هذا مستحيل راح يحفظ القرآن كي يشوف العظمة تاعه والحجم تاعه أحكامه. أنا كنت نشوف أبنائي، كنت نحثهم على قراءة القرآن. عندي أربع أبناء كان نحثهم على قراءة القرآن، كانوا يقرأوا القرآن من الصغر تاعهم 3 سنوات. لكن كان فكرة أنا نقرأ القرآن بحكم انشغالي في المجتمع هذا، قلت لك حكم العائلة وحكم الظروف المعيشية، كان الإنسان يشوف فيها شبه معجزة. حتى في يوم من الأيام كان الشيخ دار إمام المسجد نصلي فيه، بالمناسبة أنا شكره الشيخ عبد الله بن لوط، كان دار كلمة حفز الناس باش يقرأوا القرآن. وقال بلي كاين مشايخ من بين المشايخ هذول قريت عندهم أنايا، قلنا راح يقرأوا الشيخ بدر الدين والشيخ عاشور ربي يحفظهم. الإخوة بداوا يقرأوا، حتى بالك قرأوا حوالي 4 شهور ولا. كان واحد زميل معايا صاحبي كما نقولوا، هو انسان جار ايضا هي صديق، تلقاو يوميا معاه، كان يحب يوميا معايا يقول لي محمد روح نقرا في المسجد. وانا نقول مستحيل احنا نقرا في المسجد، راح نختم ايضا كفكره ايضا. حقا ما مئاش مني، كان يوميا يجي معايا. والظرف اللي قرينا فيه ظرف صعيب، ظرف تاع كورونا، كنا نقرا ايام نحبسوا مع زادوا غلقوا لنا المساجد منه الظروف اللي كانت الوقت هذاك. دخلت نقرا معاه وكي بدينا نقراو كانوا الاخوه مشاو في القراءه تاعهم. هذا الانسان هذا كان هو كيبدا يقرا كان حوالي 10 احزاب كان معايا. دخلت ومعاد عرفني بالمشايخ هذا، قال لهم عنده رغبه باش يقرا. بديت نقرا، مجرد بديت نقرا حسيت عندي حب، عندي وانا طبيعتي الله عز وجل يقول لك في ذلك فليتنافس المتنافسون في الحاجات تاع الخير. الانسان كنت نتنافس بالقراءة القرآن، صدقيني من نفسي بغض النظر عن القرآن. حقي كما نقول في المجتمع هذا ما كنت نروح نضيف، ما كنت نخرج مع صحابي، كنت نرفض الامور كاع. كنت همي كلش المسجد هذا، المسجد والقرآن، نستنى هذاك الوقت يجي. هل اعترضتك تحديات خاصة في رحلتك مع كتاب الله؟
كونه دي حاجه اخرى الانسان راح يتلقى صعوبات، لان اي حاجه بعد اخر الانسان يتلقى فيها صعوبات في الدنيا هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الجنه بالمكاره، يقول لك بحكم انا اولا حكم العمل تاعي انا نعمل في مجال النظافه، حكم العمل تاعي وانا مسؤول في المجال هذا يخليني لازم يكون واقف على الامر هذا. حكم رب عائله، عائله كبيره تتكون من 8 اشخاص وزوجه، ثاني راهي مسؤوليه. بحكم عندي اب كبير في السن ومركز معايا، هي مسؤوليه. هذه مسؤوليه تخليك باللي الانسان لازم راح يبذل جهود زياده، لازم يقهر نفسه ويقهر ويدي حقوق تاع باك تاع الناس واحد اخرين باش يتفرغ. مستحيل الانسان يتفرغ من تلقى نفسه يكون عنده وقت فارغ، قلت لك خاصه في السن هذا. الحمد لله قلت لك الانسان اللي كيكون يحب حاجه يضحي على جال. حبي للشيء هذا خليني نتنازل على امور، لان كنت نشوف فيه اولويات، ما كانش حاجه اولى منه. كيف هو شعورك وأنت تتلو القرآن؟ حفظ القرآن هو فخر ومسؤولية، وإذا راح تولي مسؤولية عليه باش يختم كتاب الله راح تتنازل على واحد الأمور بزاف في المجتمع هذا، لأن احنا أنا في مجتمع ينظر فيك أي حاجة ينظر باللي أنت خاتم القرآن، هذه بالدرجة الأولى. وثاني حاجة ماشي بالدرجة الأولى، الدرجة الثانية، لأن الدرجة الأولى الإنسان اللي يحمل القرآن لازم يكون صورة للقرآن، يكون صورة للقرآن هذا. واش نقول لك، احنا ان شاء الله ما عشان نكونوا في الصورة تاع القرآن، لأن اللي كان في الصورة تاع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله نجتهدوا كيفاش نكونوا ولو جزء قليل من الصورة تاع القرآن هذه. ما الدافع الذي جعلك تواصل رحلة حفظ كتاب الرحمن؟ وصراحة الإنسان أنا كان عندي أبناء كنت نحثهم على القراءة، كنت نقول لهم روحوا اقرأوا القرآن. كنت في يوم من الأيام نسمع يقول لك بلي الأب ماذا به ولاده ما يقولهمش واش ديروا، الأبناء يشوفوا باباهم واش راه يدير. أنا كاين أبناء أغلبية أبنائي دخلتهم 3 سنوات 4 سنوات المسجد، ما مشاوش القرآن بحكم نقول لهم روح تقراو الصغار، ما مشاوش مليح في القرآن، قاو لازم مازال بصح كي بديت نقرا القرآن شفتهم بلي مشاو، لأن وليت نديهم معايا ويقراو معايا عند مشايخ والآخر. هذا الشيء خلاني لازم نكون صورة لأولادي إن شاء الله. بماذا تشعر وأنت وفقت لختم كتاب الله؟ والله أنا نشوف نفسي حامل مسؤولية، ما نشوفش حاجة أخرى، ما نشوفش بلي الله اصطفاني. أنا نقول صراحة أنا نتكلم لك ما نفسيتي واش راني نحس؟ نحس بلي أنا حامل مسؤولية. أهل القرآن أهل الله. باقي إنسان باش يكون أهل الله. اللهم نسأل الله العافية، إن شاء الله ربي يثبتنا على الطريق إن شاء الله. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل إن شاء الله. وعلى مقبل قلت لك إن شاء الله نكونوا ولو جزء صغير من صورة تاع القرآن. إن شاء الله نكونوا دعوة للناس واحد آخرين، إن شاء الله نكونوا صورة للناس واحد آخرين، صورة طيبة. لأن الناس ممكن تسأل من خلال كاش موقف في حياتك تسأل عليه الإنسان هكذا يقولوا له ماذا قارئ قرآن، يقول لي عنده رغبة بالقرآن. تاع الإنسان إذا كنت أنت صورة سيئة يقول على هذا، يقول هذا حامل القرآن، يقول عنده صورة سيئة للقرآن. يقول لي إنسان حامل مسؤولية القرآن.
أي تأثير إيجابي تركه فيك حفظ القرآن الكريم؟ أنا من جانب النفسي قلت بلي إنسان ولا مطمئن، طمئنان كاين طمئنان زائد على واش الإنسان واش كان عايش حياته اللي مقبل القرآن وبعد القرآن، طمئن الإنسان طمئنان تاعو يشوف في هذا في المجتمع وفي حياته وفي نومه في معاملته وفي حتى في معاملتي في المؤسسة تاعي، شفت بلي كاين تغيير ولا إنسان وليت نخرج من البيت ما كنت ممكن نشوف هكذا في الطريقة تاعي، نشوف ما نتلقى بالناس، ممكن راح ندخل قهوة، ممكن وليت نخرج بالدار نشوف قدامي أمامي إلا المسجد مباشرة على المسجد، عندي برنامج لأن القرآن هذا أنا برمجت حياتي بعده، ولاد عندي الظرف تاع اللي رحنا نعمل فيه وقت نجي نرتاح مع ولادي وقت اللي رحنا، وكي ندخل المسجد سطقيني الهاتف ونطفيه، ما نحبش واحد يهني بالك يأثر على الحفظ تاعي يأثر على المراجعة تاعي والآخر، ندخل المسجد خلاص نغلق الأبواب كاع نفتح باب تاع المصحف. نحكي لك باللي كنت عندي أيام كنت مر بها أيام صعيبة، أيام تاع ضغط نفسي والآخر، كنت عندي صعوبة في النوم، عندي صعوبة في النوم، كان بعض الأحيان كنت حتى نروح للطبيب كنت أنا كنت نقول بلي ما عندي ما نرقدش هكذا وعندي صعوبة في النوم تاعي والنوم تاعي. بعد التزامي بالمسجد وبالمصحف وليت الحمد لله نكذب عليه الحمد لله تغير حتى النوم تاعي تغير، وليت نرقد النوم تاعي مطمئن. ما هي نصيحتك لنا؟ نصح خاوتي ونصح ولادي إن شاء الله ربي وما توفيقي إلا بالله. أنا أب وجد عندي 53 سنة في عمري، بصح الإنسان كي تكون عنده عزيمة صدقيني ما يحول بينه وبين النجاح تاعو حتى حاجة. وهذا مشروع وش من المشروع هذا كلام الله، والله عظيم وكلامه عظيم. إنسان والله غير مجرد يفتح الباب هذا يولي عنده حلاوة، عنده حلاوة تربطه بالقرآن هذا، يخلص النية لله وتوفيق مع الله عز وجل. بس صدقيني ملي إنسان راح يبذل جهد ويتذكر حاجة بلي الجهد هذا تاعو لله راه مأجور عليه إن شاء الله، ربي سبحانه يعظم الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ألف لام حسنة ولا ألف لام ميم حسنة، ولكن الألف حسنة واللام حسنة والميم حسنة. محمد أثبت لنا أن الصحبة الصالحة هي خير أمور الدنيا، فقبل القرآن كانت له حياة وبعده حياة أخرى. مشاهدينا أسأل الله وإياكم أن يجعل القرآن نوراً لقلوبنا، وبهذا أختم هذا العدد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي في عدد قادم. صح فطوركم.